للراع ومهم ايضا حتى لا ينغمس ويروح ويندثر. نكون ايضا برنامجنا ارشفه لهذه الامور ونكون احنا بخدمتك حتى تسمع وتسمع الساده المشاهدين. انا خلينا نحكي دارمي اول مره حتى اللطف الجو. احدهم من اهل السماوه له علاقه بامراه وهذا ما يدري ما يحس الا انه المراه صار زافينها وراح جايبينها رايحه وهو ما يدري من الصوله. انا وهذا تاشير نايم قلب بالي صار الماء يمشي جوا رجليه وهم ثاني ما يحس الا جايبينها من الصالون. فعنده صديق اسمه سيد مهدي العوادي قال له تعال لهاي المشكله شلون؟ جاي جابوها من الصالون. سيد مهدي العوادي كتب له دارمي قال له ودي الها قال لها تحمرت وانا شفاي خلصهن العظ. تحمرت وانا شفاي خلصهن العظ خلصهن العظ عفت البخت وياك يا العافك الحظ. الله. فمن وصلني قلت لهم يا بنت ما على كيفكم احنا هسه بالجنوب وتردون المراه تختار ولا تقول ما اقبل فلان لا تظلموها. فانا قلت لهم ارد ادافع عنها احكي بلسانها. حكيت بلسانها هي تقول لهم تقول له ما صخبخت من قال حمرة بطر هاي. تقول له ما صخبخت من قال حمرة بطر هاي من ريت تطلع نار وتوجر شفاي. الله. ترد النوب عليهم تقول له يا هو اللي يقول لك هاي حمرة على شفاي. يا هو اللي يقول لك هاي حمرة على شفاي من حلقه نز دموم من مرده تشلاي. الله. واحنا بالدارمي اقول نمنمه نمنمه بخمر الطين سحقوا عليها. نمنمه بخمر الطين سحقوا عليها هي كان اروح تضيع من ما تجيها. الله الله. قصبة قصبة بيباس الهور والنار جتها. قصبة بيباس الهور بيباس الهور والناس جتها والنار نار جتها والنار جتها. ايش انا اروح عليك من فارقتها. الله. ثلج وجمر فتكاسي انجمعن شلون؟ جمر وثلج بالكاس فتكاس ينجمعن شلون؟ شلون ينجمعن؟ الثلج الجمر لون شفاك والثلج لسنون. الله الله. راح ننطرد من البيت اليوم انا. لا هي مطرد بعد يوم مغرب مخرب. نقرا زهير وابو ذيه؟ اي نعم حتى نرجع لباشر عيد. والله لابو ذيه هويتنا.